بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسعدنا في هذه الأسبوحة أن نستضيف في الجامعة القاسمية شخصية بارزة وقامة من قامات العمل الإنساني والاجتماعي، كرست حياتها في مجال العمل المجتمعي وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم. بصماتها في هذا المجال واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، لا تخطئها العين، وأثارها ظاهرة للعيان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهي تدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تلك المدينة التي سار بذكرها أو سار ذكرها في البدو والحضر مسير الشمس والقمر. باسمكم جميعا أرحب بسعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، التي تفضلت مشكورة بتخصيص جزء من وقتها الثمين لهذه الجلسة الحوارية، فتبدأ الجلسة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سعادة الدكتور عواد خلف، أشكركم على هذه الدعوة وأتمنى إن شاء الله أن يكون وقت مفيد وممتع مع الطلاب طالبات الجامعة القاسمية. هذا أكيد شيء يسعدني اليوم، وإن شاء الله نكون بقدرة الثقة. طول بعمرك، الله يخليك. مرحبا مرحبا سمو الشيخة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الجامعة، أسرة الجامعة القاسمية، ترحب كل الترحاب بسعادة الشيخ الجميلة بنت محمد القاسمي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رعية العمل الإنساني وقائد العمل التطوعي والرائدة في مجال خدمة المجتمع. نتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى سعادة الشيخة جميلة بنت محمد، حفظك الله ورعاك، على كريم تفضلك بقبول دعوة الجامعة القاسمية ومشاركة أبنائك الطلاب على هذه الجلسة الحوارية بغرض إثراء الجانب المعرفي والوقوف على التجارب الرائدة في العمل الإنساني. ضيفة عزيزة كريمة في دارها، لها تاريخ حافل في العمل الإنساني جسدت من خلاله سماحة القيم والأخلاق الإسلامية والعربية. في لمحة قصيرة وفي مسيرة طويلة نعرفكم على ضيفة هذا الصباح، على ضيفة الجامعة القاسمية وهي في دارها. من هي سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي؟ سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رائدة العمل الإنساني، تحمل سعادة الشيخة جميلة درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبكالوريوس في علم النفس من جامعة ولاية كاليفورنيا، والدكتورة الفخرية في التربية الخاصة من الجامعة الهاشمية في الأردن، والدكتورة الفخرية في الآداب الإنسانية من كلية بيكون بولاية فلوريدا. أيضاً لدى سعادة الشيخة جميلة عرابة العمل الإنساني العديد من الخبرات، وشغلت العديد من المناصب تبلورت جميعها في خدمة الإنسان والإنسانية، منها على سبيل المثال للحصر المدير العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، المدير العام لمركز الشارقة لصعوبات التعلم، مدير مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، تغلدت منصب رئيسة المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة صحية، وعملت نائبا لرئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وهي مؤسس ورئيس تحرير مجلة المنال. أيضاً في هذا العمل الجميل كرمت سعادة الشيخة الجميلة محلياً وعالمياً ودولياً، وحصلت على العديد من الأوسمة والجوائز في مجال عملها الإنساني. نذكر القليل مما قدمته هذه الرائدة وهذه الإنسانة في عالم الإنسانية: جائزة شمسة بنت سهيل حرم صاحب السمو ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسام الابتكار، جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون الخليجي، جائزة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدولة الإمارات العربية في مجال الخدمات الإنسانية، التكريم كرائدة في العمل الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة الشارقة للتميز التربوي في المجال الإداري، اختيرت أهم شخصية نسائية في المجال الاجتماعي. هذا الوعاء المليء به الكثير الكثير، وهذا قليل منه.
هذه الجلسة ستكون سياحة في آفاق العمل الإنساني الواسع الذي خبرته ضيفتنا وعملت به سنين عديدة. جامعتنا الكريمة تشرفت بك في هذا الصباح. بسم الله نبدأ محاور الجلسة. سعادة الشيخة الجميلة مبارك عليك وحياك الله، والسلام عليك ورحمة الله، مشرفة الجامعة القاسمية، وحياك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة أوداد على هذا التقديم، وأتمنى إن شاء الله أن يكون لقاء موفق معكم جميعا. سعيدة بلقاء الجميع اليوم، بارك الله. حفظك الله ورعاك، وهذا غليل مما قدمتي للإنسانية وهذا العمل الجميل. في البداية نود أن نتعرف من سعادتكم على البدايات الأولى في العمل الإنساني في الإمارات الشارقة وغيرها. متى بدأ اهتمامكم بهذا العمل؟ وما الأسباب التي دفعت سعادتكم لهذا العمل أيضاً؟ وما هي أولى المحطات التي تشرفتم بعملكم أو تشرفت هي بكم واهتمامكم في هذا الجانب؟ نود أن نسمع منك صاحبة السمو وسعادة الشيخة، فهلا أتحفتينا بهذه التجربة الرائعة في هذا العمل الجليل. حفظك الله وجعله في ميزان حسناتك، تفضلي. شكرا دكتورة. طبعا وجودي في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هو قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله، فقد كلفني بالعمل في المدينة منذ بداية بعد تخرجي ومنذ بدايات تأسيسها. ولكن يسبق هذا القرار قصة أود مشاركتكم بها. تقول هيلين كيلر، ومن لم يسمع بهيلين كيلر أتمنى أن يبحث عنها في الإنترنت. تقول هيلين كيلر أن وجود انعطاف أو منحنى في الطريق لا يعني نهاية الطريق. في نهاية السبعينات من القرن الماضي وقبل تخرجي من الثانوية العامة، وافقت أسرتي على أن أبتعث للولايات المتحدة لدراسة الطب. كان لدي رغبة كبيرة في ذلك، وشجعتني الأسرة، وكان حلمنا معا. تغربت بعد الثانوية ودخلت تخصص علم الأحياء كمتطلب يسبق دراسة الطب، وسمح لي في السنة الأولى التسجيل في مادتين من المتطلبات العامة ككل الجامعات. فأخذت مادة الأحياء ومادة علم النفس مع شغفي الكبير بمادة الأحياء، إلا أن ظروف أول فترة في الغربة وظروف التواجد في المختبر مساء وعدم وجود الدعم المعنوي بدأت أنفر من حضور المادة، وتحديدا ساعات المختبر، فكانت في وقت متأخر من المساء. المادة الأخرى من المتطلبات كانت علم النفس، بالنسبة لي كانت مادة جديدة حيث كنت أدرس في القسم العلمي في الثانوية العامة ولم يكن من ضمن الدروس، وكانت المحاضرة في قاعة تضم 1000 طالب تقريبا، ولكم أن تتخيلوا طبيعة هذه المحاضرات. لا أدري إن كانت محاضراتنا في الإمارات بنفس الأعداد، ولكن لسبب ما شغفت بالمادة بعلم النفس، وهنا كان الانعطاف في الطريق. تغير الطريق بالنسبة لي بسبب هذه الانعطافة، تركت السعي إلى الطب واخترت علم النفس. كنت أحلم بكيان مهني واضح، أن أكون طبيبة دكتورة. كان في السبعينات طبعا هذا الحلم، يعني في الإمارات لم يكن لدينا طبيبات، وكان أيضا من يكمل الدراسة الجامعية كانت الأعداد قليلة. فتحول حلمي في شهور إلى شغف بعلم النفس بدون خارطة الطريق. كان هناك استياء شديد من الأسرة، وخاصة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وهو في مقام الوالد، حيث فقدت والدي قبلها بأشهر. لو كان اختياري لعلم النفس من البداية لما كنت حصلت على الموافقة للدراسة في الولايات المتحدة، حيث هناك جامعات عربية يتوفر فيها هذا التخصص، ولكن كان هذا قدري، وللغربة فضل علي وعلى كل من يتغرب، فهي مدرسة بحد ذاتها. وأتوقع أن عددا منكم أبنائي الطلبة هنا يعيشوا هذه التفاصيل.
تفاصيل الغربة وال 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 والابتعاد عن الوطن للعلم وللدراسة. وحتى لا أطيل عليكم، وخلال مسيرة الدراسة في تخصص علم النفس كان لدي مساق في التربية الخاصة أو الأطفال غير العاديين كما كان يسمى المساق في ذلك الوقت، وكان من ضمن متطلبات التخرج في علم النفس. ولن أخفي عليكم ما وجدته من صعوبة في هذا المساق، كون اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأم والمادة تعتمد كثيراً على القراءة. المهم أني بالكاد اجتزت المادة بدرجة السي أو معدل السي. والطريف في الموضوع أن كتاب هذه المادة أصبح أول وأهم مرجع لي بعد استلام العمل في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. طيب كيف وصلت للمدينة؟ بعد تخرجي وعودتي للإمارات بشهر واحد تم توجيهي للعمل في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وكانت فترة تجربة وفترة تطوع، فكان وقتها كانت تسمى وقتها منظمة الأسرة العربية، وكان الفرع هنا في الشارقة. فبدأت كمتدربة في مجال الاختصاص النفسي، والحقيقة لم أجد من يدربني، ولن أخوض في التفاصيل هنا. وخلال نفس الفترة كلفني سموه بحضور اجتماع للجمعية العمومية لهذه المنظمة، فعدت له بتقرير. هذا التقرير أحدث تغيير جديد في الطريق، انعطافة ثانية، وأيضا لن أخوض في التفاصيل، ولكن كلفت بعدها مباشرة بإدارة هذا الفرع. لعل سمو الشيخ سلطان رأى ما لم يكن مرئي في وقتها بالنسبة لي أو لغيري، خريجة حديثة في علم النفس بدون تخصص أو تدريب أو خبرة في الإدارة أو في مجال التربية الخاصة حتى. ولا تنسوا علامة السي التي حصلت عليها بصعوبة. حركني وقتها التحدي والفضول، وأقصد هنا الفضول الإيجابي، الرغبة في التعلم والبحث. وبدأ المشوار، وقادني الشغف، ورعاني القائد المعلم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة والرئيس الفخري للمدينة، ودعمتني أسرتي المباشرة، وألهمني الأشخاص ذوي الإعاقة من صغار وكبار. واليوم بحمد الله تمتلك المدينة فريق عمل رائع قوي وملهم وبقدر عالي من المسؤولية. عرفت كيف دخلت المدينة، ولكن لماذا لم أغادرها بعد؟ مر تقريبا 38 عام منذ ذلك التاريخ، منذ أن استلمت هذه المسؤولية، ولكن لماذا لم أغادرها؟ قد تعرفون ذلك في زيارة للمدينة، أدعوكم لزيارتها يوما، والعمل فقط ليوم واحد، تطوع أو زيارة فقط عابرة، وقد تجدوا الإجابة هناك. أما الاهتمام بالعمل الإنساني دكتورة قد يكون فطرة فطرت عليها وتشكلت شخصيتي منذ الصغر، وجدت في نفسي دائما الشعور بالآخرين، تلمس احتياجاتهم، وبشكل خاص كنت أتعاطف مع الفئات الأقل حظا، وأقصد بالتعاطف هنا التفهم، وهو مصطلح يختلف عن العطف طبعا كما تعرفون. فهذه الحكاية الطويلة. حكاية طويلة وجميلة وملهمة. الإلهام يأتي من صاحبة الإلهام نفسه. هذا العمل وهذا المجهود أكيد كل بالتعب والسهر ومجهودات كبيرة، والنجاح لا يأتي صدفة. لك شكرا لك على هذه الإجابة الضافية. أسألك أيضا في سؤال أو في محور آخر يشير إلى النجاح وكيفية تحقيق النجاح. أقول لك معروف أن لكل عمل هموم وأسرار نجاحه، وبما لكم من تجربة إدارية وإنسانية كبيرة وواضحة أسهمتم طيلة هذه الفترة الطويلة في تطوير مشروع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومشروع أصبح عالمي ينطلق من الشارقة. سؤالي لك، ما هي أهم أسرار نجاح العمل الإنساني بشكل عام ونجاح هذه المدينة وهذا التميز وهذا الاهتمام بها بشكل خاص؟ كيف صنعت هذا النجاح وكيف حققت هذا التميز صاحبة السمو جزاك الله خيرا؟ أسمع منك الإجابة.
طبعاً النجاح وراء عوامل كثيرة، ولا يستطيع شخص كفرد أن يكون هو يعني وراء أي نجاح. بعض العوامل التي قد أذكرها الآن، منها الشغف، أن تعمل ما تحب بقوة، وأن تحب بقوة ما تعمل. فقد كان الشغف وراء الكثير من العمل الذي يقوم في المدينة، ولا أتحدث عن نفسي فقط، بل أتحدث عن فريق متكامل. أيضا عامل آخر هو الاستفادة من الخبرات المتراكمة، والتعلم والتطوير المستمر، وعمل المقارنات المعيارية والتقييم والتدقيق الممنهج، الاهتمام بالموارد البشرية العاملة، وتعزيز قيمة الانتماء والولاء للمؤسسة. أيضا من أهم العوامل إخلاص النية في العمل، ودائما إعادة تصحيح النية حتى لا ننجرف إلى طرق أخرى. ولو تحدثت عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بشكل محدد، فبعض عوامل النجاح هي دعم القيادة العليا، بدءا من صاحب السمو الحاكم إلى كل المسؤولين في الإمارة، ممن يوجههم سموه إلى تقديم الدعم للمدينة. أيضا دعم المجتمع، ولولا دعم مؤسسات المجتمع وأفراده لما تمكنا من السير في هذا الطريق الصعب. وجود الفريق أو فريق العمل القوي والمخلص، وأيضا التعامل مع العمل كقضية ومسؤولية وليس وظيفة أو دوام ينتهي بنهاية الساعات المحددة له. وهذا بعض ما أذكره دكتورة، وأكيد لكل أسباب وعوامل مختلفة للنجاح. نعم، الشغف هو سر النجاح، وحب العمل هو سر النجاح، وحققتم نجاحا كبيرا لا أستطيع أن أقول لك إلا أن يتقبله الله منكم خالصا هذا العمل. آمين. لكل عمل تحديات أيضا، يعني هنالك تحديات وصعوبات تواجه كل عمل وكل مشروع، فتحديات كبيرة دائما تواجه الأعمال التطوعية والإنسانية عالميا ومحليا وعلى كل الأصعدة، وخاصة في مجال عملكم ذات الطبيعة الخاصة مع ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه النوعية من الأشياء. سؤالي لك، ما هي التحديات وكيف يمكن ضمان نجاح أي مشروع إنساني لخدمة المجتمع، خاصة هذه النوعية من المشاريع ذات العمل الإنساني أو الطبيعة الإنسانية التي يأتي لها الإنسان متطوعاً راقباً هو وليس مدفوعاً لها؟ فكيف تحديتم هذه الأشياء وكيف صنعتم هذا النجاح الكبير؟ يديك الصحة والعافية، نسمع منك صاحبة السمو. دكتورة، التحديات هي الوقود الذي يدفع للإنجاز، هذا في رأيي. نعم، والتحديات متغيرات نتعامل معها حسب ما تأتي، ولكن دائما لدينا وعي بالمخاطر المتوقعة فنحاول الاستعداد المسبق لها. من ضمن هذه التحديات، وسأذكر التحدي وكيف نحاول أن نواجهه أو نتغلب عليه. منذ بداية العمل في المدينة، كان الوعي قليل أيضا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بحقوقهم. فمن أكبر التحديات التي واجهتنا خلال مسيرة السنوات هذه هي وعي المجتمع، وأيضا وعي الأسرة نفسها بطبيعة الإعاقة وبحقوق أبنائهم، وكذلك وعي الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بحقوقهم وواجباتهم. ومن أجل هذا التحدي طبعا نقوم بعمل برامج توعية، نتواجد بشكل مستمر في المناسبات والأماكن العامة، نشارك المجتمع في كل مناسباته. قمنا أيضا بتشكيل مجالس للآباء والأمهات والأخوة، وكذلك مجالس للمناصرين الذاتيين، وهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقومون بالتعبير عن احتياجاتهم والتحدث عن أنفسهم، ونقوم بتمكينهم أيضا من خلال التعليم ومن خلال الوعي. تحدي آخر هو التمويل. كأي مؤسسة ذات نفع عام وهي مؤسسة غير ربحية، تقدم خدمات مكلفة
ويشهد على ذلك أهل المراكز الخاصة التي ينشئون مراكز لذوي الإعاقة للاستثمار. في النهاية يفشل هذا المشروع لأن هذا عمل غير ربحي، يعني تحتاج الكثير من التمويل لتقدم خدمة مناسبة. ففي هذا الإطار طبعا نقوم بالبحث دائما عن أفكار وطرق جديدة لتوفير التمويل، وقد شاركتمونا لأكثر من مرة في مهرجان الكتاب المستعمل وهو من ضمن مشاريع توفير التمويل. والأهم لضمان الاستدامة هو تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة من أوقاف واستثمارات، وقد بدأنا بمشروع الأوقاف هذا منذ أيضاً بدايات التأسيس وبتوجيهات من سمو الحاكم. تحدي آخر هو قلة المختصين في المجال، وهناك بعض الاختصاصات النادرة في مجالنا، فنواجه هذا التحدي بالتدريب المختص والتعاون مع الجامعات لتقديم برامج في التعليم المستمر تخدم احتياجاتنا، أو أيضاً إضافة تخصصات في هذه الجامعات التي تخدم هذا المجال. وأسسنا أيضاً لهذا الغرض مركز متخصص للتدريب في المدينة، وهو مركز أجادة للتدريب. من التحديات الأخرى تسارع وتيرة التغيير وظهور إعاقات ومتلازمات واحتياجات أخرى جديدة، وكذلك تطور العلم والمعرفة في هذا المجال، وعلينا مواكبتها بشكل سريع. فكل ساعة تأخير تعني تراجع العمل بشكل كبير. طبعا في هذا الإطار نعمل على البحث بشكل مستمر عن الجديد وتبني من يناسبنا ويلبي الاحتياجات. هذا فيما يخص التحديات. وطبعا على المستوى اليومي هناك تحديات كثيرة، ولكن هي دائما كما قلت هي الوقود الذي يجعلنا ننجز ونكمل هذا المشوار. أعانكم الله ووفقكم في ذلك صاحبة السمو. في هذا الإطار أو في ذات الإطار أو في تحديات وصعوبات، هنالك تحديات طارئة لا نتوقعها ولا يكون هنالك مواعيد بيننا وبينها. في هذا الإطار وننتقل لمحور شبيه بهذا الجانب، أنتم لديكم تجربة في العملية التعليمية، التأهيل، التمكين، التدريب لذوي الاحتياجات الخاصة. في ظل جائحة كورونا العملية التعليمية واجهت تحديات كبيرة في مختلف الاتجاهات وفي كل الأصعدة في العالم. كيف تم اجتياز هذه التجربة لديكم رغم الظروف الاستثنائية جدا لجمهوركم المستهدف، هذا الجمهور باحتياجاته الخاصة يعني؟ فماذا فعلتم صاحبة السمو في هذا الجانب حفظكم؟ طبعا دكتورة، كما أثرت الجائحة على الجميع أثرت علينا، ولكن الصدمة لم تستمر طويلا. طبعا الجميع صدم، يعني في العالم أجمع كنا نتوقع أن تمر هذه الأزمة خلال 3 أشهر، ولكن استمرت الآن نحن في السنة الثانية. ولكن لم نترك هذه الصدمة تستمر لأن لدينا مسؤولية، وكما ذكرت دكتورة نحن نعمل مع كما ذكرتي دكتورة نحن نعمل مع فئة لها خصوصيتها، وأنا فخورة بفريق العمل في المدينة، فقد كانت الاستجابة سريعة ومتناسبة مع حجم التحديات. لدينا بحمد الله بنية تحتية قوية من فريق في نظم المعلومات وأيضا الشبكة الداخلية، وأدى ذلك إلى العمل بشكل سريع على تقوية هذه الشبكة حسب احتياجات المرحلة. طبعاً لم نكن جاهزين، ولكن يعني ساعدتنا هذه البنية التحتية أن نكون أسرع في التجاوب. وفرنا الأجهزة من الألواح الإلكترونية أو من الحواسيب من خلال جهات خيرية ومتبرعين. وفرنا الإتاحة للإنترنت من خلال أيضاً دعم المجتمع للأسر والمعلمين. عملنا على تأسيس منصة تعليمية إلكترونية يتم رفع الدروس والبرامج من خلالها للطلبة والأسر، ولم نترك أي وسيلة إلا وحاولنا أن نستثمرها في التجاوب مع هذه الأزمة. حتى استخدام الواتساب بالهاتف لأولئك الأسر من لا يستطيع التعامل مع الانترنت أو
الأجهزة الحديثة. استمر تقديم الخدمات المباشرة بعد ذلك وحسب توجيهات الجهات المختصة مع وجود احترازات شديدة يشرف عليها فريق الصحة والسلامة بكل مراكز وفروع المدينة، وما زلنا طبعا نتبع هذه التوجيهات والتعميمات التي تصدر من الجهات العليا. قمنا بإصدار عدد من الأدلة الإجرائية أيضا لتسيير العمليات خلال الجائحة لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية. والمميز أنه بعض هذه الأدلة تصدر بلغة مبسطة لاستخدام موظفينا وطلابنا من ذوي الإعاقات الذهنية، فلدينا عدد من العاملين في المدينة من ذوي الإعاقات الذهنية. أيضاً لا أخفي عليكم أن المدينة تأثرت من ناحية الدخل المالي، فتجاوبنا مع ذلك بتقليص المصروفات وتهيئة العاملين نفسياً للاستعداد لأي تخفيض في الرواتب، وفي نفس الوقت البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية رسوم الطلاب الدراسية. وها نحن نجتاز السنة الثانية وقد حافظنا الحمد لله على مواردنا البشرية بدون أي تقليص في الرواتب أو الاستغناء عن أي منهم. وكانت هذه تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر، تعلمنا وما زلنا نتعلم منها الكثير. بكلا سعادة الشيخة جميلة، هذا العمل أنا صراحة أفكر كثيرا كيف استطعتم يعني إذا التعليم أو العملية التعليمية العادية بهذا الشكل، فكيف يعني اكتشفتم هذه، فهنيئا لكم صراحة في هذه النوعية من الاحتياجات الخاصة. طبعا هذه نحن نتكلم عن الإنجاز، لكن يعني الجانب الآخر أن هناك صعوبة كبيرة لعدد جداً يعني عدد كبير من أبنائنا من ذوي الإعاقات الشديدة ممن لم نتمكن من الوصول إليهم. طبعا أسفرت هذه المرحلة عن وجود الكثير من حالات الاكتئاب، الحالات النفسية، الانتكاس أيضا ممن كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من العلاج وعاد بهم يعني الجلوس في المنزل بدون أي خدمات، عاد بهم إلى الوراء. فهناك أيضا صورة أخرى لا أستطيع أن أجمل هذا العمل كله، فقط وددت أن أذكر أيضا يعني سريعا هذا الجانب. نعم، ولكن أيضا يحسب أنه محاولة يعني ممتازة في أنها تصفي هذا الجانب. أيضا هذه النجاحات وهذه التحديات تحتاج جوانب أخرى للتميز أكثر. سعادة الشيخة، لكل عمل يرتكز على جوانب أخلاقية تدعم أكثر، بالإضافة للشغف، بالإضافة لكل هذه الأشياء. فأنا يعني من خلال هذا الجانب وهذا العمل الإنساني في محور عن سؤال: ما هي المرتكزات والقيم التي يجب أن تتوفر لدى من يعملون في مجالات العمل الإنساني؟ أنت ذكرتي أن هنالك فريق متميز، ولكن بشكل عام وكذلك بشكل يعني خاص في هذه المدينة، المرتكزات الأساسية للإنجاح والقيم التي يجب أن تتوفر بشكل كبير لهذه النوعية من الأعمال التطوعية والإنسانية، فماذا تقولين في ذلك؟ أعتقد يعني في مفهومي الخاص أن هناك بعض الصفات يعني وأهمها أن تكون إنسان. يعني في النهاية للإنسان سبحان الله فطرة وطبيعة، يعني يصلح أن يعمل في هذا، كل يصلح أن يعمل في هذا المجال. هناك يعني موضوع الرحمة عندما يتوفر في العاملين في هذا المجال يساهم أيضا كثيرا في تقديم الخدمة بشكل أفضل. الصبر، الأمانة، التسامح، قوة التحمل، والإصرار على النجاح أيضا وعدم الاستسلام مبكرا، القدرة على تحمل المسؤولية، فهذا النوع من العمل هو مسؤولية في النهاية. ومهم جدا أن يكون الشخص قادر على تطوير ذاته بشكل مستمر وأن لا يتوقف عن ذلك،
وقد تكون هذه الصفات أو هذه المرتكزات يعني ضرورية في كل مجالات حياتنا. أكيد أكيد أكيد، وهي أكثر في هذه النوعية. إذا أردنا أن نوصي طلبتنا في الذي يعني في مبادرات كثيرة يعني الآن في أوساط الطلبة في هذا الجانب، أميز أو أقوى قيمة ممكن يرتكزون عليها في هذا الجانب لكي تنجح أعمالهم يعني؟ بالنسبة للنجاح في المشاريع و خصوصا للشباب في هذه الأيام، يعني قد تكون قد لا أستطيع يعني أن أنصح أو أن أرشد، ولكن أحب أن أتشارك وإياكم بما تعلمته من دروس في الحياة، ليس فقط في المجال التطوعي، ولكن في مرحلة الغربة والدراسة يعني كثيرا نتعلم احترام الثقافات، التسامح، إدارة حياتك والاعتماد على نفسك، وتعلم المهارات الحياتية التي من الصعب أن تتعلمها وأنت في بيتك. وفي المرحلة في مرحلة الحياة العملية، ما استفدت منه ويمكن أن يستفيد منه الجميع، كما ذكرت سابقا، موضوع الشغف، أن تحب ما تعمل بقوة، أو أن تعمل ما تحب بقوة. وإذا لم تجد في وظيفتك هذا الشغف، فابحث عنه في مكان آخر، لا تترك الوظيفة، لأن يعني الكل يحتاج إلى أن يجد يعني الاستقرار في حياته من خلال هذه الوظيفة، لكن ابحث عن شغف آخر يعوضك هذا النقص في مجال عملك. نعم نعم، أيضا يعني الحذر من الاحتراق، وخاصة في العمل في المشاريع الإنسانية، وقد يطول الموضوع في الحديث في هذا الموضوع، ولكن الخلاصة هي أن تهتم بنفسك حتى تتمكن من مساعدة غيرك. دائما يقولون إذا كنت في الطائرة وحدث أن سقط جهاز الأكسجين، فإذا كان معك طفل أو شخص يعتمد عليك، الأولى أن أنت تأخذ الأكسجين أولاً ثم تعطيه هذا الشخص، لأنك تستطيع أن تساعده إذا كنت أنت بقوتك وكنت في وضع جيد. أيضاً أقول احلم واتبع حلمك، ولا تستمع للمحبطين، واتبع إحساسك وصدق نفسك. يعني إذا كان لديك الإحساس الحدث أو الانطباع الأول، فاتبع إحساسك، لا تنكر إحساسك، لأن هناك عوامل أخرى تقول لك لا هذا غير صحيح. قد أيضا يفيدنا أن نتعلم من خبرات من سبقونا، ولا نخترع العجلة كما يقولون، وأن يكون لدينا قدوة في الحياة، نقيس أنفسنا وقد يعني نطمح إلى أن نكون أيضا أفضل حتى من هذه القدوة. فدائما ننظر إلى شيء يعني يعطينا الطموح ويغذي فينا هذا الطموح. وأقول أيضا لا نتوقف عن التعلم والنمو، وأن نعقد النية ونخلص النية وأن نصحح النية، ليس فقط أن تكون لدينا النية ونعقدها، ولكن نخلص فيها ونصححها دائما. وأيضا بشكل رئيسي أن نلجأ إلى الخالق في جميع شؤوننا، فهو الموجه وهو الذي يخفف عنا في وقت الشدة ويدفعنا في وقت اليسر. ما ذكرتيه هو النجاح نفسه، وأظن لا أحد يحتاج الذي ذكر كافيا بأنه الإنسان يعني يبلغ الثريا بهذه الطريقة وبهذه وأنا أؤكد لك كذلك أن الصبر هو يعني في هذه الأشياء مهم جدا، وما قلتيه هو صراحة دعامة حقيقية لأبنائنا الطلبة، هم يسمعونك في هذه النصائح وخبرتك الطويلة هي عصارة هذا الكلام. يعني أنا أنتقل إلى محور آخر يتعلق بكل المجالات، ولا ينفصل العمل الإنساني من هذه الأشياء، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وظف كثيرا في كل المجالات. العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من الأعمال وريادة الأعمال، وهو أطل برأسه في مجالات كثيرة وأصبح واقع
ملموس، كيف يمكن الاستفادة منه الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا في خدمة الأعمال الإنسانية والتطوعية من خلال تجربتكم أو بشكل عام؟ كيف يمكن؟ طبعاً اليوم نستفيد من التقنيات في كافة المجالات كما ذكرتي دكتورة، سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية أو حتى الشخصية في حياتنا اليومية. إلى جانب ذلك، في مجال العمل مع ذوي الإعاقة تساهم التقنيات والتقنيات المساندة بشكل خاص في تحسين نوعية الحياة وفي توفير المساندة اللازمة للقيام بوظائف وأعمال، سواء خدمة الذات مثلاً العناية الشخصية أو التواصل، أو في مجال العمل والتعليم. فهناك تقنيات للكتابة والقراءة والبحث، وهناك تطبيقات تعليمية. بعض الأمثلة التي تسهم في تحسين الحياة: المسكن الذكي الذي يعتمد الشخص ذو الإعاقة الشديدة على التكنولوجيا لإدارة منزله للتحرك في داخل هذا المكان. أيضاً هناك بعض البرامج للكتابة وتحريك الأجهزة وتشغيل الأجهزة بنظرة العين، الآي جيز يسمى. وأيضاً أحياناً يقوم بعض المصانع، وجدتها في الدول الغربية خصوصاً، يعني تعمل نوع من تهيئة الأجهزة بحيث أن يستطيع الشخص ذو الإعاقة الشديدة حتى بضغطة زر أن يدير مكينة كاملة في هذا المصنع. فالتكنولوجيا تغير حياة الشخص، وقد نستطيع القول أن استخدام التكنولوجيا، وسأكرر بعض الأمور فقط للتوضيح، أن التقنيات تساهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على النفس، ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية، تقليل الاعتماد على الآخرين في أداء المهام. أيضاً تساهم في تحسين الأداء وجودة العمل في مهامهم اليومية، تساهم في اكتساب المهارات والمعارف والثقافة من خلال إتاحة الوصول لمصادر التعلم والوسائط المتعددة. أيضاً تساهم في التمكين الاقتصادي من خلال تسهيل حصولهم على فرص وظيفية، وتساهم بشكل أوسع في الدمج في المجتمع من خلال إتاحة مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. وهذا طبعاً موضوع كبير، يعني لا نود الخوض في تفاصيل أكثر اليوم. نعم. أنا صراحة يعني سعادة الشيخ جميلة، وأكد لك يعني تماماً إنها هي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فاتحة خير على هذا المجال وعلى ذوي الاحتياجات الخاصة تحديداً. يعني أنا شاهدت كثيراً في هذا الجانب أن هنالك الجوانب العلاجية كذلك يعني تلعب دور كبير، وأنا يعني أتنبأ أن الذكاء الاصطناعي بروبوتاته هذه قد تقدم لكم ما لم تكونوا أو قد لا يكون في الحسبان أو لم تتوقعوا هذه الأشياء. فأتمنى أن يكون فاتحة خير كبيرة في هذا الجانب، ويحمل عنكم الكثير من هذه الصعوبات والأعباء التي يعني تبذلونها بإذن الله تعالى. جانب آخر، يعني صراحة أبنائنا موجودين الآن في هذه الجلسة، ظاهرة التطوع بين الشباب والعمل الطوعي أصبح يعني موجود في كل الأشكال الشبابية. فسنتحدث في أكثر من محور عن من يريدون أن يبدؤون أو من يريدون أن ينجحون أو عصارة هذه التجربة. يجب أن نأخذ منها الكثير ولا نشبع، وخاصة أبنائنا وهم موجودين. ففي هذه المحاور ننتقل إلى الشباب والعمل التطوعي بين التحديات الواقع وأفاق المستقبل. تحديات كبيرة للشباب، إذا أنت ذكرت تحديات فما بال الشباب والطلبة في الجامعات، ولكن يطمحون ولا ييأسون كما قلت أنت. فمن خلال تجربة سعادتكم السرة في هذا المجال، أنا طلبت منك سابقا أن تذكري لنا القيم، والآن أنا أطلب منك النصائح والإرشادات التي يمكن أن تقدمها أو تقدميها سعادتك للشباب من أجل إنجاح تجاربهم، مشاريعهم،
التطوعية البسيطة أو الصغيرة في إطار مدارسهم، جامعاتهم، أو في إطارهم المحدود، فماذا تقولين لهم سعادتك؟ دكتورة، طبعا أدعو لهم بالتوفيق في هذه المشاريع، ولا أريد أن أكرر يعني موضوع أن إحنا نحلم ويكون لدينا شغف، وأن ندرس يعني ما نريد أن نقبل عليه. طبعا أدعو الله العلي القدير أن يوفقكم، وأدعوكم الاطلاع عن قرب على أي تجربة ترغبون في تكرارها، وكما قلنا احلموا فقد تكون تجربتكم أفضل بكثير من الموجود. تحلوا بالصبر، ثابروا، صروا على النجاح، ولكن بعيدا عن التهور وإلقاء النفس في التهلكة. فدراسة أي مشروع بشكل جيد وتوفير المصادر لتمويله، أو على الأقل تصور واضح محتمل لهذا التمويل والاحتياجات، وأن يكون البدء بخطوات صغيرة قابلة للتحقيق والانطلاق منها بالتدريج. وقد يكون العمل الاجتماعي أحياناً يستغل كواجهة للظهور ولتحقيق مكاسب شخصية، لذلك فإنه بحاجة دائماً لتحقيق الشفافية، وذلك بتكليف مدققين، مدقق داخلي وخارجي، وتقديم تقارير سنوية للمجتمع وللمسؤولين. فدائماً يجب علينا أن نرى الوجه الآخر لأي عمل جيد، أن هناك الاحتمالات لأن يستغل، فنكون حذرين من أن نقع في أي من أي فخ من هذه الأمور. أوكي، وأتمنى أن فعلاً يعني أخذوا بنصيحة تجربة طويلة تفيدهم كثيراً في هذا المكان أو في هذا الاتجاه. ولكن ظاهرة أخرى أيضاً برزت بشكل ملموس وواضح عند الحديث عن أي مجال لا نستطيع أن نتجاوزها، وسائل أو منصات التواصل الاجتماعي، العمل الطوعي الذي ينطلق من منصات التواصل الاجتماعي وأصبح بشكل واضح وملموس، وهنالك تساؤلات كثيرة: هل هو فعلا عمل طوعي؟ هل هي فعلا مبادرات حقيقية؟ من يديرها؟ هل هي ناجحة؟ هل هي فعلا تؤدي ما أنتم تفعلوه الآن من هذه الأشياء الإنسانية الملموسة الواضحة؟ نتائجها واضحة. فسؤالي لك في هذا الجانب، ما رأيكم في توجه الشباب لريادة العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية على منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل لدى سعادتكم أي ملاحظات ومقترحات في هذا الجانب، إذا كنتم تتابعون كم المبادرات اللافتة للنظر والحملات التطوعية والتوعوية التي أصبحت يعني منصات التواصل أرض خصبة لهذا الجانب؟ هل عليها أي ملاحظات؟ ما رأيك أنت في هذا الجانب؟ نسمع منك سعادة شيخة جميلة في هذا الجانب. صحيح دكتورة، يعني من منا لا يقضي أوقات طويلة يومياً على منصات التواصل الاجتماعي؟ منصات التواصل الاجتماعي هي الأداة أو الوسيلة الناجحة في هذا الزمن، وهي كأداة، أنا أقول ناجحة، ولكنها كأداة يمكن أن نحسن استخدامها ويمكن أن نسيء استخدامها كأي أداة أخرى. والنجاح مرتبط بوجود المهارات اللازمة والتطور السريع معها، وأعتقد دوركم في الجامعات وتزويد الشباب والطلاب بهذه المهارات، وجميل أن نستثمرها للوصول للآخرين وتقديم عمل اجتماعي وإنساني من خلالها. وطبعاً مطلوب منا الحذر هنا وإعادة تصحيح النية طوال الوقت، لأنه من السهل أن ندير رؤوسنا فيتغير الاتجاه وأن نفقد البوصلة في خضم هذا الكم الكبير من المعلومات والمدخلات الكثيرة التي تأتي من كل مكان، ولا تعرف أيها صحيح، أيها موثوق، وأيها غير موثوق. فنتمنى إن شاء الله أن يحفظكم الله من أضرارها، وأن يعطيكم خيرها ويكفيكم شرها. إن شاء الله، إن شاء الله. وأنا لا أخفي عليك أن يأتي دورنا كمدرسين وكأساتذة في الجامعات وفي المدارس أن نقوم بترسيخ، يعني أنا صراحة أرفع هذا النداء
وأقول أتمنى أن يعني أن نرسخ ثقافة العمل الطوعي في محاضراتنا، في وجودنا وسط طلابنا، أن نرسخ هذا المفاهيم. ليست هنالك جسم محدد، ولكن لا مانع أن نرسخ هذا المفهوم وأن نرسخه بشكله الطبيعي، يعني المعهود الذي تعرفينه أنت. فكذلك أنا أؤكد على دورنا ودور كل المربيين وكل الأسر في أن يرسخ هذا المفاهيم وتجذر في أوساط الشباب حتى أن تأتي أكلها بشكل أو بآخر. وما دلنا في نفس القضايا الشبابية والعمل التطوعي، وزي ما ذكرت لك أو كما ذكرت لك من قبل، أن التوجه الحالي لأبنائنا الشباب كثيرا أصبح ينصفي هذا الجانب. مبادرات كثيرة، الجامعة القاسمية بتنوعها، والجامعة القاسمية ثقافات وجنسيات متعددة. أسأل في هذا الجانب، إذا أردنا أن نطلق مبادرة ونسمي هذه المبادرة أبدأ مشروعك التطوعي لطلبة الجامعة القاسمية الذين يشكلون تنوعا ثقافيا واجتماعيا كبيرا، ويرغبون في نقل هذه التجارب الرائدة. أنا أسمي تجاربكم في دولة الإمارات العربية وما قدمته خلال هذه الفترة، هذا عمل رائد وملهم للكثير سعادة الشيخة. هذه التجارب التي لمسوها وشاهدوها يريدون أن تنقل إلى بلدانهم وإلى محيطهم الاجتماعي في كافة هذه البلدان التي يأتون منها. فماذا تقولي لهم وأنت رائدة هذا العمل وأنت عرابة هذا العمل في المنطقة العربية والإسلامية؟ نحن قد سألنا نصائح كثيرة، ولكن هذه النصيحة قد تكون أو هذا الشكل قد يكون محدود في إطار لسفراء القاسمية إلى بلدانهم للتغيير في أشكال كثيرة جدا وللتوعية إذا أرادوا أن يبدأوا مشاريعهم، فماذا تقولين لهم؟ طبعاً لنبدأ مشروع جديد، هناك أكيد محفز لهذا المشروع، ولتكن محفزاتهم هي الدافع الذي يساعد على استمرار هذه المشاريع. وأنا أقول يعني نحن على استعداد لتقديم الدعم والمشورة في أي وقت، ويمكنكم كجامعة التواصل معنا. تجربتنا ليست عظيمة أو فريدة من نوعها، ولكنها واحدة من تجارب كثيرة على مستوى الوطن العربي. بس جميلة جميلة وناجحة وملهمة كذلك، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وبحسن الظن فينا. فنتمنى أن نكون يعني عون لأي من أبنائنا ممن يرغبون في بداية عمل مشاريع. يمكنهم أن يقدموا الأسئلة، لأن كل مشروع يختلف عن الآخر، فمن الصعب أن نتحدث يعني بشكل كامل، ولكن المرتكزات التي ذكرناها مسبقاً قد تساعد. ولكن عندما يكون هناك فكرة أو مشروع تحتاج لأن نبحثها معا أو أن ننميها معا، فنحن على استعداد لذلك. لا أتحدث عني أنا فقط، ولكن هناك كثير من المؤسسات أيضا. وأتمنى إن شاء الله أن يعني إذا كانت هناك أسئلة محددة أيضا، لو كان في فترة للنقاش فنستطيع أن هل ممكن أن ينهاروا أمام، يعني أنا زي ذكرت لك أنهم من اتجاهات مختلفة عند بداية هذه المشاريع، هل ممكن أن ينهاروا إذا كان التمويل عثر أمامهم؟ فهل هذا يعني ممكن أن يثنيهم عن هذه المواصلة والطريق؟ ما سيفعلون؟ صحيح، التمويل شيء جدا مهم، ولكن لا يجب أن يكون العائق الأول. يعني سأكون جدا شفافة وصريحة معكم، في بداية العمل في المدينة هي مؤسسة لم يكن لديها الكثير، يعني كما قلت الآن نحن نقوم بتنمية الموارد المالية، ولكن في البدايات كنا نعتمد كثيرا على الدعم. يعني أنا لما بدأت في المدينة كانت عليها ديون،
ولم يكن الوضع المالي لي شخصيا أو حتى يعني كشركات أو مؤسسات داعمة بسبب أيضا عدم وجود الوعي. وأخذت على عاتقي منذ ذلك الوقت أن نحن بحاجة أن ننمي الموارد المالية لهذه المؤسسة، فكيف نستطيع ذلك؟ كانت أول يمكن شيء، طبعا سمو الحاكم كان يدعمنا، لكن كنت أحاول ألا أوصل له هذه الحاجة إلا عندما تضيق السبل. يعني أحيانا كان يمر شهرين بدون أن أسلم الرواتب للمعلمات، وكان لدينا مدرسة واحدة والعدد 40 موظف، اليوم عندنا أكثر من 700 موظف، فأربعين من المعلمين بشكل أساسي لم أستطع أن يعني أوفر رواتبهم لشهرين. أتصل بصاحب السمو وأطلب منه المساعدة، ولكن بدأت أفكر في مشاريع. بدأنا في لماذا لا نقيم عشاء خيري، تتبرع المطاعم بالمواد الغذائية وبالوجبات، وندعو المجتمع، ندعو المجتمع للحضور والاستمتاع بوقت طيب وكذا. نجحت هذه الفكرة. كانت فكرة أخرى أن نقوم بتنظيم سوق خيري، فتواصلنا مع أيضا الأسر، وهناك الكثير من الأمور التي هدايا تصلنا لا نستعملها في البيوت، نقوم بشراء شيء أيضا ويكون زائد عن حاجتنا. فجاءتنا تبرعات كثيرة من الأسر ومن الشركات أيضا ببضائع جديدة، سواء كانت مأكولات أو بضائع إلكترونية، أجهزة منزلية. فقمنا ببيعها بأسعار أقل من أسعار السوق، فوجدنا إقبال كبير عليها. استمرت هذه الأنشطة سنوياً، نقيم سوق خيري، بعد سنتين عشاء خيري، وفي السنوات الأخيرة لدينا مشروع سنابل المحبة يدعم مدرسة الوفاء في المدينة، لدينا أيضاً الكتاب المستعمل. فدائماً هناك أفكار، ولكن يعني لابد أن نتعرض هنا لبعض الأمور التي قد يشكك البعض فيك كشخص يطلب التمويل. فكيف تكون لديك مصداقية؟ يجب أن تكون لديك مصداقية، أن تكون واضح، أن يرى الشخص المتبرع أين تذهب هذه الأموال. وهذا يعزز من أيضا استمرارية حصولك على الدعم لسنوات قادمة. فكانت الأمور الحمد لله، يعني كنا بعد وقت، كنت أغيب فترة طويلة عن الاتصال بصاحب السمو، فعندما يعني يراني أو نلتقي بعد فترة طويلة يقول من أين تأتينا بالأموال لتسيير المؤسسة. يعني أقول في النهاية الفضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك سجدة ودعاء لا يرد. وكنا يعني كانت تأتي أيام يضيق الحال في هذه المؤسسة، وبعد يعني لحظات وقبل أن يأتي وقت صرف الرواتب مثلا، أجد أن هناك تبرع أو إيراد من إيرادات، طبعا قمنا بتوفير الوقف والاستثمار. فكان هناك دائما لحظة الإنقاذ تأتي قبل أن نقع في الضائقة، وحدث هذا مؤخرا في وقت الجائحة، حيث يعني توقف الكثير من المتبرعين عن تقديم تبرعات، أصبحت لدينا يعني مصاريف إضافية لأن الطلبة لا يحضرون للدوام، ندفع للمواصلات، هناك الكثير من المصاريف. ولدينا التزامات أيضا، لدينا مشاريع ومباني والكثير من الالتزامات السابقة التي لم نكن نعمل حساب الأزمة هذه التي أتت. فالحمد لله مررنا فيها، ونتمنى أن تسير الأمور على خير. يعني فموضوع التمويل جدا مهم، وكما قلت يعني موضوع الوضوح والشفافية أيضا مقابل مهم. فعلا يعني سبحان الله، يعني لما كنا نتوقع أنه عندما نذكر أنك رائدة
وأنك يعني أنا لا أدري، ولكن كل هذه التحفيزات وكل هذا التكريم، أنت تستحق أكثر من ذلك سعادتك صراحة، يعني صبر جميل. فأتمنى، أنا دائما أخاف، أنا يعني أرى المشاريع أمامي تنهار بهذه الطريقة، فإذا كان بهذا الصبر وبهذا الاجتهاد، فأتمنى أن أبنائنا يسمعوا هذه الكلمات لكي يحافظوا على كل أشيائهم، وأن التمويل لا يأتينا في مكاننا، ولكن نحن نصنع هذه الفرص ونقودها إلى، وهي التي تقودنا إلى النجاح. أنا لا أبعد قبل أن يعني أنا في نهايات جلستنا، وحفاظا على وقتك الكريم، صراحة ما زلت بس في نقطة أخيرة على الشباب. لاحظنا برضو يبدؤون هكذا، وبما أن يتوقفون وأصبح في عزوف الشباب نفسهم على العمل الطوعي، يعني يقولوا لك لا ينجح، لا كيف. فلذلك أنا أسأل، كيف يتم إدماجهم؟ هم طاقات جبارة ومهارات إبداعية كبيرة، كيف يمكننا أو يمكن المؤسسات الكبيرة والضخمة الإنسانية واللي عاملة في مجال العمل الطوعي أن تدمجهم، يعني أن يمكن عمل برامج ومشروعات لإدماج هؤلاء الشباب في دعم العمل الإنساني؟ ممكن يتم الاستفادة منهم في أشكال يعني مختلفة، وهم لديهم القابلية في ذلك. فكيف يتم سعادتكم يعني هذه الأشياء كيف تتم، وهل ممكن فعلا بالسهل أن يكون الاستفادة منهم بهذه الطريقة، أم هنالك أشياء أخرى؟ هو مفهوم العمل التطوعي قد يكون اختلف على مدى السنوات، يعني اليوم أصبح للأسف الكثير من يسعون لتقديم عمل تطوعي يكون هدفهم الحصول على شهادة أو على مكافأة أو على يعني ما يثبت أنهم قدموا ساعات تطوعية للحصول على جائزة من الجوائز، ورأينا هذا كثيراً. لكن قد نكون نحن خبرنا العمل التطوعي قبل أن تكون تتواجد هذه الجوائز أو الرغبة في الحصول على الشهادات فقط لإثبات شيء ما. فما يقدم من المؤسسات يجب أن يكون أيضاً جاذب للشخص ليقدم التطوع، يجب أن يكون مناسب لمهارات هذا الشخص. يعني فإذا أنا لدي مهارة في الخط، كان لدينا أحد أولياء الأمور وكان خطاط، يعني في يمكن في الثمانينات لم يكن لدينا أجهزة الحاسوب والطابعات وكذا، فكنا يعني الشهادات المشاركة والإعلانات وجميع المواد الأدبيات كانت تخط باليد، فكان هذا الأب يتطوع معنا وقد أحياناً يخط أكثر من يعني 300 شهادة بيده. فيجب أن تتوفر الحاجة لمهارتك أنت كمتطوع، ويجب أن يكون العمل الذي تقوم به ممتع. يعني لا أستطيع أن أعطي عمل لمتطوع هو وقته الخاص وهو جهده ويرهق فيه، وفي النهاية العمل التطوعي يعني المقابل هو المقابل المعنوي أكثر من المقابل المادي، فإذا لم يجد المقابل المعنوي في هذا العمل فلن يقبل عليه مرة أخرى. من أبرز وأمتع التجارب التطوعية لدينا هو مخيم الأمل بالشارقة. مخيم الأمل بالشارقة هو مخيم سنوي كنا ننظمه، ويشارك فيه أطفال من ذوي الإعاقة من دول مجلس التعاون الخليجي بداية، ثم أضفنا الدول العربية، في كل عام هناك دولة مختلفة تشارك، ثم أصبح المخيم على مستوى دولي، هناك دول أجنبية شاركت فيه. ففي خلال هذا المخيم يشارك معنا حوالي 150 متطوع في كل عام، وقبل موعد المخيم يتواصلون معنا متى سيأتي المخيم، لأن هذا الوقت الذي هو وقت إجازتهم المدرسية غالباً، يعني إذا كانوا طلبة فيقبلون عليه بشكل شديد. لماذا؟ لأن يعني المشاركة فيه مشاركة اندماج، صحيح يعملون ويرهقون، لكن
هم يحصلون أيضا على المتعة منه كمخيم، ويحصلون على الاهتمام والتقدير، لأنك أنت كشخص حتى لو كنت طالب عمرك 6 سنوات، إذا حصلت على التقدير وشكرتك وأثنيت عليك وذكرت محاسنك في هذا الوقت الذي أعطيتني إياه، يحصل على شعور يود أن يحصل عليه في كل مرة، أن يكرره. فهكذا نشجع التطوع. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذا شيء يعني قريب على قلبي وأحب يعني أن أتحدث عنه. فعلا يعني أنا لا أخفي كثيرا إنه لا أخفي كثيرا في أن التطوع يعني مهارات، يعني ينمي مهارات الشباب وخبرات جديدة بالنسبة لهم. فصراحة أتمنى فعلا أن الشباب يعني يجدون مثل هذه الفرص وتتاح لهم هذه الفرص لكي يعني يكون في إثراء لهذه الجوانب المهارية والمعرفية بالنسبة لهم. أنا صراحة وفي نهايات هذه الجلسة يعني كنت أتصفح عنك في وسائل الإعلام وفي الصحف، لفتتني منشطات في كل في الصحافة أو في المجلات بمسميات يعني رق لها قلبي: الأم الحنون، أم المعاقين، رائدة العمل، الأسماء يعني أطلقت عليك سعادتك أسماء يعني جميلة جدا في احتوائك لهؤلاء. فأنا يعني أريد في هذا المحور أن أسألك إنه ربط نفسي واجتماعي مع ما تفعليه، إنه يرى علماء الاجتماع أن النشاط التطوعي كما يرون أنه يحقق وظائف، وكذلك يحقق قيم كثيرة جدا، منها تحقيق الرضا الذاتي وتحقيق الذات والبعد عن الاقتراب النفسي والسعادة. هنالك من يشعرون عندما يساعدون الآخرين سعادة نفسية. فماذا حققتم سعادتكم أنتم من هذا الجانب معنويا ونفسيا رغم كل هذه الصعوبات وهذه الفترات الطويلة التي قضيتيها؟ ماذا حققت معنويا ونفسيا؟ أنا لا أسأل إلا معنويا ونفسيا. ماذا؟ دكتورة، طبعا على خلاف الاعتقاد السائد أن من يقدم عمل تطوعي يخدم غيره أو يقدم شيء، وهذه المسميات التي ذكرتيها طبعا على قدر ما تسعدني، على قدر ما أغلق أذني، لا أحب أن أسمع يعني الكلمات الكبيرة الرنانة المديح، لأن في النهاية يعني هذا حقك، هذا حقك والله، هذا حقك جميل. يعني نحن بالنسبة لنا يعني يدينا أمل أن نذهب في هذا الدرب كذلك. يعني سبحان الله، يعني الإنسان كلما يعني كبر في نفسه كلما صغر، فدائما يعني نحاول أن نركز على 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 تقصيرنا وليس على ما قدمنا. نعم. فأقول أن يعني أنا أرى أن من يقدم العمل التطوعي هو يخدم نفسه بالدرجة الأولى، هي ليست منه أنا قدمت لك عمل أو أنا عملت كذا أو كذا. فأهم مكتسبات العمل التطوعي هو الشعور بتقدير الذات. هذه الحاجة الإنسانية التي يبحث عنها الجميع، من منا لا يريد أن يحصل على تقدير الذات؟ هذه الحاجة نجدها في عمل صغير نقدمه للآخرين أو للمجتمع أو لأي كان. من المكتسبات الأخرى طبعاً الحصول على الخبرات المتنوعة، التعرف على أشخاص يشبهونك في أخلاقهم وأطباعهم وأهدافهم، فيحصل توافق، قد تتشكل صداقات لنهاية العمر. نعم. والمكسب الأكبر هو أنك تسعى لطاعة الرحمن وتحصل على رضا، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فما بالك بمن يقدم أكثر من هذا. نعم، أقول لك فقط أنه أن يتقبله الله خالصا لوجهه الكريم، يتقبله خالصا منكم. عن مكاسبي الشخصية حتى دكتورة، يعني لو أنا يعني أتكلم عن نفسي، فقد حصلت على خبرات ومعارف. نعم. وكسبت صداقات وتعرفت على أناس من مختلف أنحاء العالم. سافرت للعمل وكانت سفرات مجهدة، ولكن كما تعلمون في السفر 7 فوائد، كانوا يقولون 7 فوائد، وهي في رأيي لا تعد ولا تحصى، وأجد نفسي وأشعر بتقدير الذات من خلال هذا العمل. نعم. وأحب السعادة في كل خطوة صغيرة
أو كبيرة، أو أجد السعادة في كل خطوة صغيرة وكبيرة، ووجدت التقدير أيضا من المجتمع المحلي والدولي كما ذكرتي، يعني في شهادات سواء كانت درجات الدكتوراه الفخرية أو يعني الكثير من التقدير، وهذا أكثر قد يكون أكثر مما أستحق، لأن يعني ما يقيمك به الآخرون قد يعني لا يعلمون مساوئك أيضا. فنقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني على ما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. ربنا يتقبل منك إن شاء الله. صراحة أنا قبل أن أتقدم بالشكر، هنالك أبنائنا أيضا يريدون أن يعني يتحاورون معك في هذه التجربة الجميلة، وصراحة أمتعتينا في هذه السياحة الإنسانية التطوعية التي يعني أثرت الجانب المعرفي في هذا الجانب بالنسبة لنا جميعا. أنا صراحة قبل أن أفتح المجال لأبنائنا من يريد أن يشارك أو يسأل سعادة الشيخة جميلة أن يرفع لنا يده، وفي هذه اللحظة أقول لك إذا أقفلنا شيء أو لم نسألك من شيء أو لم نتطرق إلى أي شيء، فممكن في كلمة أخيرة ما تريدين أن تقولينه تجاوزناه سهوا لم نتطرق إليه، فماذا تريدين أن تقولي صاحب سعادتك في كلمة أخيرة لحظة أن يستعد أبنائنا لأن يتوجهون لك ببعض الأسئلة لكي يتعرفوا على هذه مكنون هذا العمل وجمالياته؟ طبعا أنا متشوقة للحوار والحديث مع الطلبة، لكن هناك كما ذكرتي دكتورة، يعني هناك صفة لم أذكرها، قد تكون صفة يعني سيئة، ولكن يعني أخذنا الحديث كثيرا، فقلت لماذا لا أذكر بعض أو واحدة من الصفات السيئة التي قد تكون ساهمت أيضا في يعني إنجاح بعض المواقف، فهي صفة العناد. يعني أنا من الناس اللي دائما أسمع راسك أعذريني لا أقاطعك، ولكن إذا العناد يفعل هكذا فاهدينا هذا العناد جميعا، فما أجمل العناد بهذا الشكل سعادتك. أسمعها من والدتي، رأسك يابس، رأسك الحجر، يعني أسمعها أيضا في العمل، لماذا هذا العناد؟ وقد نكون جملنا الكلمة وقلنا الإصرار، وذكرتها في إحدى، يعني قلت يعني استمر على الإصرار على النجاح، فقد يكون العناد وراء الإصرار. فوددت أن أختم بهذا، وأن أيضا أشكركم جدا على هذا اللقاء دكتور أوداد ودكتور سعادة أستاذ دكتور عواد خلف، على يعني إعطائي هذه الفرصة، وأنا يعني فترة المناقشة والحوار مع الطلبة هذه الذي يعني كنت أتمنى ألا أطيل كثيرا في الحديث، وأنا لدي الوقت يعني كما تريدون إن شاء الله أن يعني أسمع وأتعلم أيضا من أبنائي وبناتي. نعتذر لك عن هذه الأطالة، ولكن لكي يعني ننهل منك هذا الجمال، وأنا صراحة اسمحي لنا أن نسرق هذه الصفة وأن نأخذها منك لكي نطبقها. أنا عن نفسي شخصيا سعادة الشيخ، وتحملي عواقبها دكتور. سألجأ لك. فأتمنى أن يعني ما دام هذا النجاح يأتي بذاك فلا مانع، سأتحمل كل العواقب، وأبنائي الطلبة يسمعون، وأتمنى أن أيضا يطبقونها. اسمحي لنا أن نعطي الفرصة لأبنائنا لكي يتحاورون معك. لدي أكثر من شخص. نسمع للطالبة إيمان هيكل. تفضلي إيمان، هل أنت جاهزة؟ افتحي الصوت إيمان. السلام ورحمة الله. صوتك بعيد. سعادة الشيخة جميلة، بداية أشكركم على حضوركم وعلى هذا الحوار القيم ومشاركتكم تجربتكم الملهمة معنا. لدي سؤالين. السؤال الأول هو في إطار الحديث عن العمل التطوعي. أتساءل حقيقة كيف يمكن للمتطوعين الشباب أن يكونوا واعيين بحيث لا يتم استغلالهم من جهات تدعي العمل تحت مظلة العمل التطوعي؟
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيعني ما شاء الله حصلتم على العديد من الجوائز، منها جوائز تخص المرأة. برأيكم من هي المرأة العربية المتميزة؟ وكيف يمكن أن تكون كل واحدة منا مبدعة ومتميزة بذاتها، إن كان في مجال العمل الإنساني أو حتى غيره من المجالات؟ وشكراً لكم. لك الشكر إيمان. تفضلي سعادة الشيخة شكراً سعادتي. إيمان. كيف يمكن للمتطوعين أن يكونوا واعيين حتى لا يتم استغلالهم؟ وهذا نعم سؤال جداً جداً مهم. نعم يعني الوعي يأتي من المعلومات، فكلما استزادوا بالمعلومات قبل الإقدام على أي خطوة، يعني إذا كانت هناك مؤسسة أو أي جهة تطلب التطوع، ودائما يعني الخبرة تأتي مع الوقت، فلا تتخوفوا من التطوع، ولكن كونوا دائما يعني على اطلاع ومعرفة بأهداف وغايات هذه المؤسسات، واقرأوا. اليوم أصبحت المعلومات متاحة، والكثير نحن كمؤسسات أيضا نتعرض للاستغلال. كثيرا ما يأتي من يرغب في المساعدة، ولكن وهذه المساعدة قد تكون تخفي وراءها يعني هدف آخر. فدائما ما يعني نتعلم من هذه المواقف، قد نقع في الفخ مرة ولكن لا نكرر هذه المرة. هذه نصيحتي. لا أستطيع أن يعني لا نستطيع أن نحمي الجميع من كل المواقف هذه، ولكن لا تخافوا، أقدموا وخذوا حذركم. أما نعم السؤال الثاني، من هي المرأة العربية المتميزة؟ في نظري يعني قد لا أضيف جديد، يعني إذا قلت أن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الابنة الصالحة، وقد يعني قد تكون في يومنا هذا يعني تحمل المرأة تحمل الكثير من الأعباء، يعني لأنها أيضا تعمل داخل البيت وتعمل خارج البيت، نعم وتقوم بتربية الأبناء ومتابعة دراستهم. فالمرأة لا تتخلى عن أي من أدوارها. المرأة تجد نفسها أيضا في تقديم أو في تربية أبنائها. لا نقول المرأة العاملة هي المرأة الناجحة فقط، ولا نقول الأم التي لا تعمل هي المرأة الناجحة فقط. الكل يعني في مكانه، هو متميز. إذا أعطت الأم، إذا أعطت وربت وقامت بدورها، وإن لم تكن عاملة في المؤسسات أو في خارج المنزل، هي امرأة متميزة ولو لم نعرف عنها أي شيء، لأنها تربي أجيال. نعم، ألا تري إضافة، ألا تري أنها متبرعة ومتطوعة بالفطرة في بيتها وفي كل مكان سعادتك؟ هي دائما هكذا المرأة، يعني قد لا تحتاج أن تدرس التطوع بما أنها متطوعة يوميا وفي كل لحظة. هل صحيح تتفق معي؟ صحيح، المرأة معطاءة، ولا أغفل يعني دور الرجل أيضا، لكن المرأة معطاءة وحنونة أيضا. نعم ويأتي اليوم الكثير من يقولون لا، المرأة لا تجلس في البيت أو لا تعطي. لا، بالعكس، هذه فطرتها وهذا ما خلقها الله عليه، ولكنها قادرة أيضا على خدمة المجتمع وعلى العمل وعلى النجاح. وهناك الكثير من الأمثلة والسيدات المتميزات في كل المجالات يعني. لك الشكر. وننتقل أيضا إلى الطالبة. أوكي، الطالبة فادية، تفضلي ولا تطيلي حتى نحافظ على وقت صاحبة. هذه هي سعادة الشيخة جميل، نعم تفضلي. طبعا. السلام عليكم جميعا. أريد أن أشكر سعادتك على مشاركة هذه المعلومات القيمة جدا معنا. كل كلمة ذكرتيها كانت مفيدة جدا وثمينة بالنسبة لي. لن أطيل. سؤالي هو، سعادة الشيخة جميلة، لو أردت تأليف كتاب يلخص تجربتك التي تكللت بالعديد من الإنجازات في مجال العمل الإنساني، ماذا سيكون عنوانه؟ شكرا صعب. تفضل. شكرا لك على يعني موضوع الكتاب دائما يراودني، لكن يعني ما زال الوقت، لا أستطيع أن أقول مبكر، ولكن
لا أدري هل ممكن أنت يعني تقترحي علي اسم لهذا الكتاب؟ قد يكون يعني قد أكون في حاجة له في يوم من الأيام. لو أنا أردت أن أضع عنوان سأضعه بعنوان هذه القيم الرائعة التي أنت تعطيها للأبناء ولكل شخص في إمارة الشارقة من ذوي الإعاقة وأيضاً من غير ذوي الإعاقة، فأرشح لك أن تختاري هذه القيم كعنوان لهذا الكتاب. هذه القيم؟ إحدى الغيم الإنسانية التي أنت تتبنيها في العمل الطوعي، تقصد ذلك سعادتك. أوكي. إن شاء الله. شكراً. شكراً. أوكي. وأنا أقول أضيف لها وأقول كتب وليس كتاب. أنت وتدرس كذلك، يعني هذه التجربة يجب أن تدرس، ونحن نبحث كتب لأبحاثنا كأساتذة. أتمنى أن يكون ذلك، يعني ألا يقفل هذا الموضوع. شكراً فادية. أيضاً نسمع إلى من إسلام. تفضل إسلام، لا نطيل عليكم ولكن باختصار حتى نحافظ على وقت. السلام عليكم، أنا طالب إسلام القواريط، طالب كلية الاتصال تخصص الإعلام، سعادة الشيخة جميلة القاسمي الفاضلة. حقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر الجزيل لسعادتكم ومنكم. آمنا أن لا مستحيل في سبيل العطاء والرقي، لذا وجب علينا أن نشكركم ونقدر جهودكم ونبارك لأنفسنا بصراحة بوجودكم. وحقيقة تركت بصمة في قلوبنا جميعا خلال هذه الجلسة الحوارية الوجيزة المميزة بشأن كيف يكون العطاء لا محدود، وكيف يمكن للإنسان أن يكون رحيم بذاته ورحيم بغيره. أنا حقيقة لا يوجد عندي استفسار، ولكن يوجد عندي لسعادتكم اقتراح بسيط يراودني منذ بداية الجلسة حقيقة، وأرجو أن يتم أخذه بعين الاعتبار لمناقشته مع الجهات المعنية، ألا وهو العمل على دمج بعض المواد أو المساقات المتخصصة بالعمل الإنساني ضمن المنهج التعليمي الدراسي للطلبة في المدارس والجامعات، وأخص طلبة المدارس بشكل خاص، لما سينعكس دون شك بأثر إيجابي على فكرهم، وسينمي داخل عقل كل طالب فيهم حب الإنسان وحب العمل التطوعي منذ صغره. وكما نعلم حقيقة العلم الصغر كالنقش على الحجر، مما سيعمل حقيقة على خلق جيل مميز مساهم في فعل الخير والتطوع منذ صغره بلا شك. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم. شكراً إسلام، بارك تفضلي سعادتك. بارك الله فيك، واقتراح طبعاً ممتاز، نتمنى إن شاء الله أن نتمكن من تحقيقه، ونحن نحاول دائماً الوصول للمدارس والجامعات. وبارك الله فيك، الله يوفقك إن شاء الله في دراستك. أوكي، تسلمي. وأنا أؤكد أيضا على الاقتراح أنه لماذا لا تكون هنالك أقسام وكليات ودراسات عليا تناقش هذا، أو يعني تتخصص في هذا الجانب، لأنه هذه من المجالات الجديدة التي تحتاج فعلا يعني أن يتم التركيز عليها. أيضا لا نطيل عليك، ولكن فرصتين فقط سعادتك. أبي تفضل. أبي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. رحب فيك سعادة الشيخة مرة أخرى، فضولك جدا شرفنا وسعدنا. سؤالي إن مثل ما ذكرتي أن يعني درب التطوع جدا طويل، ومجرد ما شخص يعني يبدأ في هذا المجال لا يستطيع أن يتوقف، وأحيانا القائم بالعمل التطوعي يعني يقف في المنتصف ويسأل نفسه مثلا أنا إيش اللي طلعني من البيت مثلا، أو أنا كنت مرتاح وليش جيت هنا مثلا. فبما أن سعادتك لديك يعني باع طويل ما شاء الله في هذا المجال، كيف الشخص يقي نفسه من احتراق ويشحن نفسه حتى يستمر في العطاء؟ وشكرا. شكرا لك أبي على هذا السؤال، الموضوع مهم طبعا، أن كيف تقي نفسك من الاحتراق. يعني لو كنت أعلم سابقا لكنت تفاديت الكثير من يعني الصعوبات الشخصية اللي مررت بها. طبعاً الاحتراق يحدث لأن الإنسان أحياناً ينغمس وينسى نفسه، فأقول دائماً اترك وقت لنفسك، للروحانيات في حياتك، لأسرتك، لجانب الترفيه أيضاً في حياتك. وكلما نظمت وقتك وحرصت على أن هذا الوقت موجود، لأن يعني في
في سن الشباب والاندفاع وعندما يكون لديك شغف وتنسجم في العمل دائما تقول يعني لا بعدين يعني برتاح لا بعدين حاليا ما عندي وقت يعني فدائما يعني تغرق نفسك وتنسى نفسك ولا تلاحظ أن السنين تمر سنوات كثيرة تمر وأنت ما زلت تشعر بالإنجاز فتستمر تكمل لكن هذا طبعا يؤثر على صحتك يؤثر على حتى نموك المعرفي يعني أحيانا تنغمس في اتجاه واحد وتفقد التطور المعرفي في جوانب ثانية أخرى في الحياة فلا تترك يعني هذه الجوانب سواء كما قلت الثقافة العامة الترفيه أنك تعلم ما يحدث في العالم أن تتشارك مع أسرتك وتكون مع أصدقائك في أوقات يعني أحيانا تنسى أن لك أصدقاء ويصبح محيطك الاجتماعي هو محيط العمل الذي تقوم فيه أو محيط التطوع الذي تقوم فيه فنصيحتي يعني لكي لا أطيل أنا عليكم أيضا أنك يعني لا تنسى نفسك وأترك مجال لكل الجوانب الأخرى في حياتك. أطلنا عليك سعادة الشيخة ولكن فرصة يعني في شغف للتحاور والمدخلات دكتورة الأمر كم والوقت عندي متاح يعني أتمنى أن لا نكون أخذنا وقتك يعني بالعكس تمام طالبة أمل تفضلي أمل لو سمحتي بسرعة شوي أو يعني سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مساء الخير ومرحبا بك شكرا لك على المعلومات القيمة اللي قدمتيها اليوم ذكرتي صفة فيك أن العناد لكن العناد يوم يكون نابع عن الإيمان بالذات فهو صفة إيجابية سؤالي هو لكل منا شخص نقتدي فيه ونتبع نهجه في الحياة فمن هو قدوة الشيخة جميلة ومثلها الأعلى؟ شكراً أمل وطبعاً يعني القدوة قد يكون لديك أكثر من قدوة فيعني أنا اقتديت ب طبعاً يعني كلنا سنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا دائماً يعني وعندما نتحدث لا يعني لا نذكر هذا الشيء لأنه خلاص شيء معروف ولكن يعني في حياتي طبعاً كان والدي في البداية وثم صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أيضا هناك شخصيات في العالم يعني تعلمت منها أو اقتديت بها في بعض الجوانب قد لا نكون الكل المهاتما غاندي يعني مادر تريسا كانت أيضا يعني الناس الذين يلهمونك وتتعلم منهم بعض الشيء فهناك الكثير يعني وأتمنى أن يعني يتسع المجال مستقبلا نتحدث يعني عن كثير من الجوانب في هذه الشخصيات أوكي شكرا جزيلا ولكن يعني أعود وأقول أن معلمي دائما يعني الإنسان يكون عنده معلم قائد أو المنتور مثل ما يقولون فهو سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الدكتور الشيخ سلطان لأن يعني كل خطوة خطيتها في مجالي المهني أو سواء في حياتي كنت أقتدي به وكنت أتعلم منه وقد يكون يعني دروس غير مكتوبة كثيرة تعلمتها لك الشكر سعادة الشيخة ونختم بابنتنا عبير الأميري تفضلي عبير في عجالة يا عبير سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بداية نحب نشكرك على حضورك ومعلوماتك القيمة والمفيدة اللي قدمتي لنا إياها اليوم سؤالي هو ما مدى انخفاض أو ازدياد نسبة التطوع في ظل جائحة كورونا؟ شكراً عبير شكراً على سؤالك على العفو طبعاً هذا واجبي بالنسبة للازدياد أو انخفاض فكان في جوانب يعني ازداد فيها يمكن ازدادت نسبة التطوع يمكن في الجوانب اللي هي مرتبطة بالعمل مع الجائحة مع الجهات الصحية مع الجهات الرسمية التي تقوم على الإشراف على
طبعا على هذه الجائحة وتبعاتها، انخفض التطوع في المؤسسات مثل يعني مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، انخفضت نسبة التطوع. واحد من الأسباب هو تقليل الأنشطة، تقليص الأنشطة أو وقف حتى الأنشطة التي كانت تتاح فيها فرص التطوع. فأكيد يعني تأثرنا بالزائد والناقص. نعم شكرا، أتمنى أن تذول هذه الجائحة ويعود كل شيء على ما كان عليه وأفضل بإذن الله. صراحة الكل استمتع معك كثيرا سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المديرة العام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. في ختام هذه الجلسة يعني نتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان على قبولك هذه وإعطائك هذا الوقت من وقتك الثمين. نستمع إلى الدكتور عواد حسين الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية في كلمة شكر وامتنان لسعادة الشيخة، فليتفضل سعادة المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخة جميلة، يعني نشكرك كل الشكر حقيقة والتقدير على هذه الجلسة الحوارية، وباسم كل من في الجامعة القاسمية نسجي لك الشكر الجزيل والثناء الجميل على استجابتك لدعوة الجامعة وعلى هذه الجلسة الحوارية والرحلة الماتعة التي عشناها معك بدون مجاملة لمست قلوب المستمعين، لأنها يعني صادرة من القلب ونشعر فيها بالصدق ولم نشعر بمضي الوقت. فشكرا جزيلا وبارك الله في جهودك وجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك يوم القيامة. شكرا. بارك الله فيكم دكتور، والشكر لكم ولوقتكم الثمين أيضا لتواجدكم في هذه الجلسة، وسعيدة بهذه الدعوة وسعيدة بهذا اللقاء جدا، وأتمنى إن شاء الله أن يوفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى ونتكرر هذه اللقاءات. بارك الله فيكم، شكرا لكم، شكرا للدكتورة عباد. شكرا لك، شكرا لك، جزاك الله عنا كل خير. أجمعين أجمعين، أتمنى التوفيق للجميع، وإن شاء الله عام دراسي موفق إن شاء الله، ونهاية عام دراسي موفق للأبناء. أمين إن شاء الله. أتمنى أن يديم عليك نعمة الصحة والعافية، ولك الشكر والتقدير والامتنان. شكرا دكتور، وجزاك الله كل خير من الطلبة أيضا. شكرا جزيلا، شكرا. بارك الله فيكم جميعا، جزاك الله.